بحنيه. البيجيش. السلام عليكم وبداية بلوك جديد ضرب نار. ثاني يوم لينا في الاسكندريه النهارده. بصوا جبت لكم معايا مين المفاجاه؟ علي شبكه صاحب الابلكيشن اللي هيوزع الموبايلات. قلت لكم تاني عشان خاطر فاكر ان هو هيهرب بالموبايلات لو المسابقه جت، فانا جبته لكم عشان خاطر بناكد على المسابقه ان الاكونت بتاعي على الابلكيشن بتاعه لو جاب 500,000 هيبدا يوزع الايفونات اللي ورناها المره اللي فاتت. فلاش باك. طبعا يا جماعه انا جايب لكم حاجه جديده اول النهارده، ان احنا قررنا احنا ندعم الناس صناع المحتوى على اليوتيوب. يا جدعان علي شبكه هيختار كام واحد من اللي هيخش على الابلكيشن وهينتظموا في تنزيل الفيديوهات. هيختار مثلا 4 أو 5 أو 6 على حسب العدد اللي هيخش على الابلكيشن ويعملوا فيديوهات ويبقوا مستمرين على الابلكيشن، وهيعمل لهم دخل شهري اللي هو مرتب يعني على الفيديوهات اللي هم هيعملوها. انزلوا دلوقتي حالا، نزلوا الابلكيشن، هتلاقوا اللينك تحت في الديسكربشن ونزلوا فيديوهات عليه. دلوقتي بقى نروح نجيب كوره عشان خاطر اعمل فيديو. سبسكرايب للقناه تحت في الديسكربشن. ودلوقتي هنروح نجيب كوره عشان هنعمل بيها الفيديو النهارده. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا جينا عند محل الكور بتاع الراجل العسليه ده. يا لب ببلاش ده، يا لب ببلاش ده. ومعانا احمد علي الكور عشان بيحب الكوره، هو تربيه رياضيه ولاعيب كوره، فهو اللي هينقل لنا الكوره المناسبه للتحدي. يا عم ده ما بيعرفش يعوم، هينقي كور على قد يا استاذ على قد. بصوا يا جدعان الكور دي بتقطع، بس ديت الكور بتقطع. اه دي بتقطع اصلا مع الوقت يعني. اه بتقشر من بره. يلا اختار كوره نضيفه شكلها حلو بقى عشان الفيديو مش متقشر. ماشي. بصوا يا جدعان المفروض دلوقتي ان احنا وصلنا عند البحر زي ما انتم شايفين. المفروض ان البحر كله موج على عكس اول امبارح، كانت الدنيا هاديه ومعانا عسكرين والسائح الاجنبي. حبايبي السائح الاجنبي نعمل تحدي عباره عن المفروض ان احمد علي بما انه تربيه رياضيه. انا هحط الكوره يلا اشوف. انا النهارده مش هنزل، هو الوحيد اللي هم هيخش يجيبوا اكتر يا جدعان. هيشط لنا الكوره وكل واحد هيخش يجيبها في اسرع وقت ممكن، هو اللي هيكسب التحدي. التحدي يا جدعان هيبقى 2 جنيه عشان احنا اخر الشهر عشان مفيش فلوس والحلقه خربانه خالص. ماشي هنعمل تيست، هنشوف رجل احمد اول علي الاول بتجيب لحد فين. ماشي. يلا عسكرينه اول واحد هيشترك. يا جدعان بصوا يا جدعان النهارده انا هفتري. لا علي استك شايل هوا. السحب في الميه غشيم. النهارده يا جدعان هتحكم فيهم، انا اللي هفرهدهم بالاكل. اول واحد هيبقى عسكرينه. ايوه اكتر واحد بعرف اعوم فيه. تاني واحد هيبقى عظيمه. عظيمه ده انتم. تالت واحد علي شبكه. حدش منهم. رابع واحد هيبقى عمر من الاردن. انت داخل معانا؟ اه عمر من الاردن برضه. وانا يا جدعان هشوط، انا بقى معايا الفلوس واشوط واعمل كل حاجه النهارده كله بالكل يا جدعان. والله على ان عسكر هسه بقول انا عسكر راح يفوز. بص يا جدعان من الاخر اللي عايز يكسب انا عارف الورقه ب 100 جنيه اللي تعدى لما تدي الورقه ب 100 جنيه. انا هكسب المجهود. يلا عسكر ايه ده شغال يستبوت. اه بسرعه عسكر عسكرينه. دلوقتي دور عظيمه عظيمينه. احمد علي احمد علي ما تتفقش معاه مع ورات ايه بعد بعيد عسكر ابو خسر ابو عسكر ابو بلف خسر 3 2 1 1. ماشي يلا دي 2 3 4 5 6 7 8 بسرعه عظيمه. لا لو طلعت من غيرك مش هتكسب. لو طلعت من غيرك خسران. العب طلعت 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 طلعت. بيوشوشوا قبل اللعبه يا جدعان. احمد علي النصاف فعلوا الهاشتاج. لا علي متفقين مع عزيمه عشان النصاف. عشان النصاف 200 جنيه حراميه. يا جدعان ما بين واحد مصري وواحد اردني وده اللي هيشوط. عموره هيشوط. اللي هيطلع بالكوره هو الكسبان فيهم. دلوقتي السباب المصري والاردن جاهز؟ جاهز. يلا جاهزين؟ جاهزين. الله 3 2 1 شكل الانتو. يا الهي دارت في السماء. يا الهي اجري مع علي. ايوه
وجعان ايه؟ قطنا انا وهو قطنا. مصر والاردن تعادل في القوه وتعادل في السرعه وتعادل في اللعب. اصلي قلبي اصلي صح. يلا اللي بعده دلوقتي يا جدعان دور علي الشبكه. فصيل تعالي يا جدعان. الموج عالي بطريقه غبيه محدش عارف يمسكها اصلا. يا جدعان الدور جه تاني للاردن لحد دلوقتي مفيش واحد مصري عرف يمسكها. الاردن يا جدعان الاردن دخلني جوه خالص. انا هدخله والسخن التاني ترتيري. يلا 3 يلا رجل. يا جدعان الفوطه دي فيها كل ما نملك يا جدعان. الموبايل وحدها فيشه حاجات حاجات. الفوطه دي فيها شقه عمرنا كله. احمد علي عايزك توديله في اخر البحر. 3 2 يلا تيرو 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 تيرو. يا اول واحد يمسك الكوره عشان الاردن ومصر اخوان. الاردني ده اخويا. يا جدعان بيطبل. يا جدعان بيقول لك اخويا عشان ما يشوفنيش. 3 2 1 وراها يا احمد علي. 3 4 يلا يا ابني. 5 6 لا 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 خش انت كده بره تعدي يا غشاش. غشاش تيجي يا بابا. لا انا علي خسران خسران. طلعت واحدة طلعت واحدة ولا انت غبي. طلعت واحدة طلعت واحدة. نعمل استفتاء. استفتاء رائع. انت شايف كسبان ولا خسران؟ كسبان ان شاء الله. انا اصلا ايه ده حرامي ونصاب وكل حاجة تدفع عنه. كسبان ولا خسران؟ لا كسبان. كسبان ولا خسران؟ كسبان. هو بيقولك غشاش ولا كسبان؟ ادعم احمد عادل. يا جدعان عمر شاور ولا يحكم من الاخر. يا اما تعيدها وتخش وراها على طول يا اما تبقى خسران. تعيدها اعاده لاحمد علي. 23 ثانية احمد علي. ارقمه بالكومنتات هو نصاب ولا كذا. انا كده كسبان وتحدى على 200 جنيه زي ما قلت. لا ما نستنى ما هم يقولوا والفيديو. يا جدعان انا بعرف يا جدعان القرار ليكم. يا جدعان انا اللي عليا الدور وبعدي بعدي على طول هيبقى مصدر المعجزة. المفروض ان علي شبكة هو اللي هيشوط عليا. 3 الله الله لا 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 والله واحد اثنين ثلاثة. يا جدعان شايف ان احنا نحسب السكور الاولاني احسن. بص يا جدعان لا 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 شايف الجدعان من هنا. يا جدعان شايف البحر سلم عليهم. مصر المعجزه يخش.
زملكاوي عظيمة. ايوه 25 25 ثانية اهو تلعب ثاني. ايوه بلش في التحدي وبيقف يستنى الكره تطلع. انتوا اكتبوا في الكومنتات شوفوا مين فينا اللي يكسب. والفيديو الجاي هنحدد. وبكده دي نهايه الفيديو النهارده. بس النهارده مش هنقولها بالمصري، هنقول نهايه الفيديو بالاردني. سلام على سلام وهاي على الحلوين. مش تعمل سبسكرايب ولايك للقناه. بنشوفكم الحلقات الجايه.